أقام نادي الأدباء الشباب ندوة تضمنت قراءات لأدباء الغد، شارك فيها عدد من الشعراء والهواة في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة. هذا النادي انطلقنا به مؤسسا قبل نحو 10 سنوات، وضم طاقات جميلة من طلبة الجامعات ومن طلبة المرحلة الثانوية ومن غيرهم في المجتمع، وبعضهم قد أصبح علامة مهمة في الحياة الثقافية في سوريا خلال السنوات الماضية. وهذه سنة الحياة، أن يأتي جيل بعد جيل للاهتمام بالأدب والثقافة. رسالة الأدب هي رسالة إنسانية تحمل في طياتها هموم البشرية في حياة سعيدة تسود قيم العدالة والمساواة والإنصاف، وهي ذات القيم التي وجد القانون من أجلها ويقوم بنشرها بين أبناء البشر، ومن أجلها أيضا تسن التشريعات والقوانين. وبالتالي هذه الرسالة هي رسالة واحدة بين القانون وبين الأدب. نحن نستقبل نتاجات الشباب ونقيمها. الآن هناك يعني توجه جديد أيضا في النادي لأخذ نتاجات الأطفال، أيضا يعني محاولة للاستفادة من هؤلاء ومحاولة يعني صقل التجربة ومعرفة أنه هل يستطيع هذا الشاب أن ينمي تجربته في الكتابة، لأن الكتابة تحتاج إلى ميراث وتحتاج إلى تقويم لكي نعرف ما فيها من سلبيات وإيجابيات. مشارك نادي أدباء الشباب بقصيدة من العصر الجاهلي للشاعر الكبير عمر بن كلثوم، ورح أختم هذه الأمسية بقصيدة من كتابتي للمعلم. مشاركاتي متنوعة، يعني أحيانا بلقي شاعر وأحيانا بكتب مثل خواطر وجدانية بروح وطنية، ويعني متنوعة، أفكار متنوعة، ماني محددة بشيء معين. بكتب خواطر من وقت ما كنت صغيرة. اليوم جايين عنا فعالية بنادي أدباء الشباب بمركز الثقافي أبو رمانة، كرمال ندعم مواهبنا ونقدم الشيء اللي نحنا كاتمينه. عم نلاقي دعم كتير كبير نحنا كشباب بتقديم مواهبنا، عم يوجهونا صح للطريق اللي نحنا نازل نتجه له، وكتير مبسوطين بالشيء اللي نحنا عم نعمله. الندوة تضمنت مشاركات طرحت مواضيع اجتماعية متنوعة تسهم في تعزيز حضور الشباب في الأنشطة الثقافية وخلق مواهب فاعلة تضاف إلى المشهد الثقافي.